طب عايزين نتكلم عن موسم الصيف وحفلات الصيف. انت موجود في العلمين وعندك ايه بعد كده؟ عالمين في بعد الساحل الأول شهر الجاي حفلتين، وفي حفلة في كايرو كمان رح تعرفي عنهم كلهم. عندي أفراح كتير في مصر كتير، يعني هدير نحن تقريبا بالشهر عندنا 3 أفراح في مصر مينيموم. ربنا يزيد الأفراح عليك يا رب، إن شاء الله يضلوا مبسوطين. وبيسعدني أن يكون أنا جزء من فرحة هالناس بهيدا النهار بالذات، يعني بحب هالميموري نصنعها مع بعض. وعندنا حفلات بالأردن، كويت، أبوظبي، تونس، عراق، لبنان، فرنسا. عندنا برمي كبيره